فخلينا واحنا بنتكلم كده برضه نسمع عادل رمزي المدير الفني للوداد هيقول ايه النهارده قبل لقاء زي ده، ديربي ليه يعني تاريخ كبير ما بينهم، مواجهات عنيفه جدا ما بينهم، لانه كمان عندهم ذكريات سيئه مع الترجي بالذات. فخلينا نشوف كده كلامه قبل اللقاء النهارده. بالنسبه لمباراه مهمه نصف نهائي بيان سور، احنا كنا بغينا نوصلوا ابعد نقطه ممكنه في هذا الكاس، لاعبين مع واحد الفريق اللي مغاير تماما على الفريق تاع انيمبا، كما تنقولوا انه عندنا المباراه الاولى هنا في المغرب ومن بعد ديال الاربع في تونس. احنا استعدنا في ظروف جيده الحمد لله، المباراه اللي فاتت عطاتنا ثقه كبيره، حاسين بالمسؤوليه، وغادي نحاول ما امكن انه اليوم نقدموا عرض اللي يكون الجمهور ديالنا مفتخر به ان شاء الله.